في البداية كده عرفنا بنفسك. أنا عبد حسين. طب إحنا موجودين في قرية الشيخ علي. أيوه. القرية إحنا نعرف إن يعني أغلب سكانها شغالين في الفخار. طبعًا. كل من إمتى بدأ الشغل في الفخار؟ الفخار ده وارثينه أبًا عن جد. يعني الجدود تسلم الأولاد والأولاد وهكذا تسلسل يعني. بس. طب إيه الحاجات اللي بتشتغلوا فيها؟ اللي بنشتغل فيها الزيار اللي هي بتاعت المياه والزهاري. والكلامن وكله يعني اي منتج يعني على حسب الطلب اللي يجي. ايه اشهر منتج انتم بتعملوه؟ اشهر منتج اللي هو الزير. الزير. زير الميه. تمام. الشغل بيختلف في شتاء عن صيف فيه؟ طبعا في الصيف هو بيبقى فيه شغل اكتر. لكن في الشتاء بيبقى الشغل مش طالع يعني. طبعا الاقبال بيبقى في الصيف عشان ارتفاع درجه الحراره. عشان ارتفاع درجه الحراره. طب ايه المراحل اللي انت والجماعه شغالين فيها؟ المرحلة الأولى بتكون مرحلة التجييس، بداية مرحلة الزير اللي هو القمع. تمام. المرحلة الثانية اللي هي إيه؟ التفتيح اللي هو يبقى نص زير. تمام. المرحلة الثالثة يبقى زير كامل زي ما أنت شايف كده. تمام. بس وبتحط الفرن بعد كده نسيبه لما ينشف طبعا، لغاية لما ينشف خالص ونجي ورصينه في اللي هي الفرن الفخورة اللي يعني باللغة بتاعتكم الفرن. هنا انت شغال انت واخواتك؟ انا واخواتي. تمام. من امتى بدات الشغل في الصناعه دي؟ انا عن نفسي من قبل ما يعني من سنه اولى، من سنه رابعه. سنه رابعه ابتدائي. تمام. حتى لدرجه ان خلتني سيبت التعليم يعني. طالع من ثالثه ثانوي ازهري. تمام. سيبت لها وتفرغت لها يعني لاسباب ظروف خاصه يعني. دوركم يعني طبعا بتقسم الادوار ما بينكم. كل واحد ليه دور. انا بقى ليه دورين، ممكن تلاقيني قدام الحجر ادي لاخويا الثاني اللي في الحجر. ممكن انا محمود يقوم بالدور بتاعنا دي يشغلنا احنا الاثنين. لما يكون هو فاضي يبقى في تبادل ادوار. تبادل ادوار. طب مرحله البيع، هل في تجار معينه بتجي تاخذ منكم ولا انتوا برضه بتبيعوا؟ لا، هي التاجر بي يقول لك انا عاوز عربيه مثلا او اثنين او ثلاثه على حسب احتياجاته هو يعني. بيجي يقول له عاوزني عربية، بقول له حاضر مثلا بعد شهر، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم بتجهز. على حسب بكون جهزتها له يعني، يجهزها يجيب العربية بتاعته ويحملها ويقبضني الفلوس بتاعته وهو يتوكل على الله يبيع. كده عرفنا بنفسك، كلمنا من كم سنة شغال في الصناعة دي؟ أنا يعني زي ما قلت لك، أنا يعني من حوالي نهاية سني ماشي في 54 سنة، حركة لي 35 سنة. يعني احنا هنا القرية مشهورة بصناعة الفخار. بصناعة الفخار. ما هي كلها هنا البلد بتاعت فخار. البلد كلها بتشتغل كلها في الفخار. بتشتغل. في اللي بطل وربنا كرمه واللي اولاده في الكويت. واخد بالك؟ وارتاح، وفي اللي اولاده في الكويت برضه شغال ولا يسرح بطل كده. بيشتري شراء وايه ويسرح بالتوك بتاعه. الاغلب في الفخار. ايه الحاجات اللي بتشتغلوا فيها؟ الزيار. الزيار الصغيرة، الزهار اللي زي دكة. البلك اللي فيها مثلا بنحطوها على القبر، نحط لها صبار وورد وكده. في طلبات المتاجي برضه لما نفتحوا الزير الرقبه بتاعته قبل ما ينشف، هني بتسكني نقوروها نخلوها كده، بياخدوها جماعه يودوها الغردقه يعملوها ايه؟ يلبسوا لها كتف وبيحطوها في الاماكن السياحيه في المداخل كده. واخد بالك؟ انت وماشي معاك ورقه بسكويت، معاك كل السيجاره، عاملين لها غطا برضه زي كده